دكتور، يعني ازاي مصر تعالج ساحر التركي؟ طبعا اعتقد انه لدغه تعبان كبرى بحكم ان هو يعني ساحر، فده عمله. يعني ازاي مصر تعالج سموم الكبرى، وممكن يبقى عندنا مشكلة في سموم التعابين الاخرى اللي بتطلع للقرى، لاولادنا في القرى؟ بص، هقول لحضرتك، انا سمعت اللي هو قاله. الكلام ده غير دقيق، هو حقيقي لكن غير دقيق. اشرح بمعنى لحضرتك، اتفضل. اهم حاجه في الدنيا ان يكون وزاره الصحه موفره لمصر، وهو قال ان وزاره الصحه موفره لمصر عندهم. المشكله اللي هو بيقولها ان مفيش تحاليل سموم علشان يدوله لمصر. هو بس هو مش فاهم هو قاصد ايه. هو الفكره مش تحليل سموم، هو الموضوع ان بيحتاج يتعمل اختبار حساسيه للمصل. تمام. اختبار الحساسيه للمصل لازم يبقى الدكتور عارف بيديه ازاي. فيبدو ان الدكتور اللي عنده في الوحده ما عندوش الخبره ازاي يعمل هذا الموضوع. فبيبعت الحالات على المستشفى المركزي. الحل خوفا يعني من حساسيه للمصل، خوفا انه ممكن يدوا المصل ويكون له تاثيرات برضو مؤذيه يعني، بالظبط فبنطمن بالظبط. الاول. تمام. فهو الفكرة كلها طب هو احنا عندنا تتلخص في تقصير يعني في حكايه ان الكوادر تكون مؤهله لمعرفه كيفيه اجراء الفكرة التحليل ده يا كلها فندم؟ دي واحدة يا فندم. الفكرة كلها هو بسيطة بسيطة جدا، تدريب الدكاترة على استخدام المصل تمام بس. تمام وطالما عندنا الإمكانيات، هي صعوبة في الإمكانيات، التدريب ده أسهل حاجة. فيجي يروح في أي مكان بيدربوه إزاي يستخدم المصل ويبتدي ضروري يستخدمه. ضروري يحصل التحاليل هناك. العادية، وإذا كان عايز يتأكد وظائف كلى وظائف كبد، دي حاجات بسيطة موجودة في كل مكان، مفيش مشكلة فيها خالص. لكن هو يبدو إن هو بيخاف يدي المصل لأن هو مش عارف هيدي إزاي، أو هيدي قد إيه، أو يعمل إزاي اختبار إن مفيش أي نوع من أنواع الأضرار اللي هتحصل لما يبتدي يدي المصل بالحساسية بتاعته. بس هي دي الفكرة جانبا. طب سريعا حضرتك تنصح ايه يعني ولادنا اللي بيتعرضوا لدغات تعابين زي دي؟ لازم يروح للمركز، او طبعا مفيش مراكز سموم للاسف في كل المحافظات، لكن بعض المحافظات فيها مراكز سموم. المحافظات اللي فيها مراكز سموم يروحوا لها وهي هتساعدهم. لكن اهم حاجه ان يكون المصل موجود. طالما اهم حاجه المصل يكون موجود المصل موجود وتكون الكوادر مدربه انها تعمل اختبار تحليل حساسيه المصل ده، عشان برضو الوقت لما وتعرف ازاي هيسافر لمحافظه تستخدمه. او كده مش في صالح. وتعرف ازاي تستخدمه طبعا. اختبار حضرتك بس. طيب فهي خلي عملية تدريب مش أكثر يعني.